المقدمة، وبنقول لا يقل المطعم أهمية عن المطبخ بخصوص صناعة الطعام لما يقوم به من بيع وتقديم الطعام لضيوفه. وكذلك تعتبر المطاعم من الأنشطة التجارية الهامة في صناعة الضيافة التي تدر ربحا وعائدا مادي مهما جدا. لذلك فإن اهتمام الفنادق والمؤسسات برفع كفاءة أداء هذا القسم، وذلك بتوفير الأدوات والأجهزة اللازمة له. كذلك يضيف إلى الفندق كسب مادي جديد عن طريق زيادة إقبال العملاء عليه واكتسابه سمعة طيبة وزيادة المبيعات من الأطعمة والمشروبات. ولذا لابد من توضيح وتقسيم المعدات المستعملة في المطاعم وبيان استعمالها وخصائصها لتسهيل مهمة العاملين والمستثمرين في الفنادق والمطاعم عند شرائها واستعمالها. ونوضح هنا نقطة مهمة في عملية شراء هذه المعدات، وهي الابتعاد عن الأنواع المعقدة ومعقدة التركيب والكثيرة الزخرفة التي تكون مصدرا لتجميع فضلات الطعام وتلوثها وبالتالي صعوبة تنظيفها. وسوف نتطرق لتعريف وشرح المعدات المستخدمة في المطاعم. ده كده النص اللغوي لما أشرنا إليه في البداية من العوامل والأساسيات التي لابد من توفرها في أساس المطعم. الأثاث فرنتشر يعتبر الأثاث من المنقولات ذات القيمة المادية العالية، لذا وجب علينا الاهتمام والعناية الفائقة به، ويراعى عند اختيار الأثاث البساطة. أولاً يكون الأساس المستخدم عندي في المطعم فيه من البساطة، وكذلك يتماشى ذوقه مع نوعية المطعم. يعني مطاعم الوجبات السريعة ليس أثاثها وديكوراتها والمظهر العام لها كالمطاعم الكلاسيكية أو الراقية أو المطاعم الشعبية، فكل له صفاته العامة والديكورات التي توضح هذا والأساس المستخدم فيها. الأثاث نوعان، نوع مخصص للرواد وآخر مخصص للخدمة. الرواد اللي هم العملاء، وكذلك للخدمة أي المستخدمة بواسطة العاملين في تقديم الخامات والأدوات الغذاء والمشروبات وغير ذلك. أولا الأثاث المخصص للرواد. أنواع هذا الأساس، أولا المواد التيبلز. المواد لها أشكال متعددة، المستديرة والمستطيلة والمربعة، بيتم انتقاء واختيارها على حسب مساحة المطعم والذوق العام للمكان والديكور العام وحسب قائمة الطعام والفئة المستهدفة ونوع وتخصص المطعم. ارتفاع جميع الموائد يكون من 75 ل 80 سم. جميع الموائد ارتفاعها من 75 إلى 80 سم. تستخدم الموائد المستديرة بكثرة في المطاعم الكلاسيكية والراقية، وذلك لجمالها ولكونها تعطي راحة للعميل أكثر من غيرها، لأن دائما الأشكال الدائرية في طريقة الجلوس عليها يكون وجوه الضيوف كلهم أمام بعضهم، يرون كلهم بعضهم البعض، فيشعر جو من الألفة والود والدفء داخل المطعم. كذلك بتستخدم في الكلاسيكية والراقية ذات الشرائح السوقية يعني القليلة، لأنها مطاعم غالية الثمن. لكن تعتبر المواد المستطيلة والمربعة مفيدة جدا في الحفلات، نظرا لإمكانية تجمعها لعمل البوفيهات أو للموائد التي يجلس عليها عدد كبير من الرواد. في الحفلات بنحتاج على حسب الاتفاق مع الضيف على قوائم معينة من الطعام أو عمل بوفيه مفتوح، ف
فلعمل البوفيه أو لعقد اجتماعات معينة لشركات أو مؤسسات بتكون الموائد المستطيلة والمربعة هي الأكثر احتياجا من الدائرية. التصنيع غالبا ما تصنع الموائد من الأخشاب، ولكن هناك أنواع كثيرة تصنع من الحديد أو الستانلس ستيل أو مزيج من الخشب والنحاس معا. طرق العناية بالموائد: تغطى جميع الموائد بغطاء أولي سميك يسمى موليتون، مصنع من مادة الجخ أو اللباد، وفائدته بيحافظ على شكل المفرش الأساسي اللي هو على يعني وش الترابيزة، يمنعه من الانزلاق لأنه بيكون خشن، يساعد على تقليل الصوت الناتج عند وضع أو استخدام أدوات المائدة. السمك بتاعه بيكون أكبر من المفرش الظاهري، فلما بنستخدم الأدوات والأطباق ووضع الكاسات وغيرها بيبقى الصوت يكاد يكون مختزل داخل هذا القماش. بيمتص السوائل التي تنسكب على المائدة. ينظف هذا الغطاء السميك بواسطة الفرشاة الخاصة به. أما الأرجل إذا في فرشاة خاصة بالمفرش السميك، أما الأرجل فتمسح بفوطة إذا كانت من الخشب أو مادة التلميع الخاصة إذا كانت من المعدن. أشكال ومقاسات الموائد: الشكل المستدير بتأخد العدد 4 أفراد، بيكون قطرها متر. اللي بيكون ليها عدد 6 أفراد بتبقى القطر ما للدائرة متر وربع، 8 أفراد متر و50، 10 أفراد متر 75، 12 فرد 2 متر، يبقى 4 6 8 10 12 متر، متر وربع، متر ونص، متر 75، 2 متر. المستطيلة 4 أفراد بتكون متر في متر وربع، من 6 ل 8 متر في متر 75، من 8 ل 10 أفراد بتكون متر لي في 2.5، من 10 ل 12 متر في 3. إذن العرض ليها العرض ثابت، الطول مختلف، متر وربع، متر 75، 2.5، 3. المقاعد: المقاعد عدة أشكال، وغالبا ما يكون الفوتيه للمطاعم الكلاسيكية والراقية فهو مريح في استخدامه. يبقى في غالبية المطاعم غالية الثمن والباهظة الثمن الفاخرة كالكلاسيكية والراقية بيبقى الكراسي المستخدمة فوتيهات، وذلك لأنها أكثر راحة وجمال. يبلغ متوسط ارتفاع المقعد 45 سنتي عن مستوى الأرض، يبقى طوله لفوق 45 سنتي. يوجد العديد من أنواع المقاعد الأخرى مثل مقعد البار ومقاعد الأطفال. تتميز المقاعد الحديثة بالديكورات الرائعة، إلا أنها مهما اختلفت أنواعها ففي النهاية يجب أن تتمتع بعدة صفات من خفة الوزن، مريحة، متانة الصنع، سهلة التنظيف. لكن كراسي تبقى تقيلة جدا وصعب في تنظيفها، دي بتكون أثاث سيء وغير يسر في استعمال. التصنيع: لا يوجد مادة مخصصة لصنع المقاعد، ولكنها تصنع من مواد عديدة سواء معدنية أو أخشاب، ولكن يجب أن تتميز بالمميزات السابقة 4 اللي قلنا عليهم: خفيفة الوزن، مريحة، متينة، سهلة التنظيف. طرق العناية بالكراسي أو المقاعد:
بتنظف المقاعد إذا كانت مغطاة بقماش بفرشاة أيضا زي المفرش السميك الخاص بموائد المطعم. فرشاة ناعمة ويتم إزالة البقع منها بواسطة مزيل البقع. أما إذا كانت مغطاة بجلد أو بلاستيك فتمسح بفوطة أو أسفنجة مبللة ثم تجفف بعد ذلك. تلمع الأرجل جيدا بفوطة جافة إذا كانت من الأخشاب أو مادة التلميع الخاصة إذا كانت من المعدن، زي ما قدامنا في شكل 3 يوضح أي أشكال المقاعد. ثانيا، الأثاث المخصص للخدمة، كونسل تيبل دو سيرفيس، هي مائدة تتكون من عدة أدراج ورفوف يوجد بها احتياط الفضيات والصيني والبيضات المستخدمة للخدمة، عشان لو حصل نقص عندنا في الإمكانيات تبقى مائدة الخدمة دي نستخدمها على طول في يعني ان احنا النقص اللي موجود ده خلاص نحله بسرعة وموجودة في قلب المطعم، مش هنستنى ان نبعت حد المطبخ او يطلع في مكان معين يجيب لنا الفوط او المعالق او الشوك او السكاكين او الطباق. يستخدم الرف العلوي في وضع الاطعمه، يبقى اول رف علوي في مائده الخدمه بيستخدم لوضع الاطعمه التي تاتي من قسم المطبخ والاغطيه الخاصه بها. عشان كده بتبقى مائدة الخدمة دي وسيط ما بين مركز وسط ما بين المطبخ وصالة الطعام، ويفضل دائما أن تتواجد تلك المائدة بالقرب من أبواب الخدمة زي ما هو موجود في الشكل قدام، حتى أن لو إحنا عندنا حفل كبير وبنلم الأطباق بسرعة بنخلي المائدة دي السنتر بتاعنا، يعني بنوديها للمكان ده ونرجع نجيب الحاجة اللي في المطعم ونحطها عليها وبناخد منها ندخل على ايه؟ على مكان غسل الاواني والصحون. عربة التقطيع، هي مائدة متحركة تقدم عليها قطع اللحوم الكبيرة ليقوم بتقطيعها عامل التقطيع، وتحتوي هذه المائدة على خزان مياه وألواح تسخين تعمل بالكهرباء عشان نقدر نحتفظ بدرجة حرارة اللحوم زي ما هي، ولا غطاء نصف دائري اللي احنا بنشوفه بيتفتح لفوق بيكون ستانلس، نصف دائري يفتح وقت يفتح وقت التقطيع بجواره قاعدة دائرية صغيرة سهلة السني والفرد لوضع الطبق عليها أثناء التقطيع كما هو موضح بالشكل. رقم 5، أيضا العربة المتحركة اللي احنا بنقولها ترولي، في أنواع كثيرة من العربات المتحركة، منها المستخدم في عرض فواتح الشهية وأخرى الأطباق الجبن وغيرها للمشروبات فاتحة الشهية أو المهضمة. كذلك فهناك عربات متحركة لعرض مختلف أنواع أطباق الحلو. مائدة التحضير، دي مائدة صغيرة يطلق عليها الجريدون ولها نفس ارتفاع موائد المطعم زي ما قلنا 75 ل 80، تستخدم في التقطيع أو الاشتعال أو الخدمة على الطريقة الروسية، لأن إحنا عارفين أن فيه أكثر من طريقة لطرق الخدمة داخل المطعم، منها الأمريكية والفرنسية والإنجليزية والروسية. الروسية من أساسياتها استخدام الجريدون، العربة دي بندخل عليها الأكل وتقطع عليها وهكذا. لها نوعين، الأول ثابت والثاني متحرك، وكذلك منها نوع له سخان خاص مثبت به ونوع آخر ذو سخان منفصل كما بالشكل.
إن شاء الله في المحاضرة القادمة هنعرض الأشكال والصور لكافة هذه المعدات والأجهزة بأكثر من شكل أو طريقة. البوفيه بيتكون من مجموعة من المواد المستطيلة والمربعة، يعني قليلا تكون المستديرة أحيانا، وكذلك بعض المبردات. يستخدم في المطعم لعرض المأكولات والسلطات وأنواع الحلو والفاكهة إذا كانت وجبة الطعام عبارة عن بوفيه مفتوح. لو البوفيه مفتوح بيتعرض عليه كل المأكولات كلها والسلطات وأنواع الحلو والفاكهة. كما يستخدم أيضا في الحفلات والمؤتمرات، ويفضل أن يكون البوفيه عند مدخل المطعم أو في مكان ظاهر، ما يكونش في مكان بعيد أو بينه وما بين الموائد يعني مدة كبيرة، عشان يفضل الأكل بالظبط والأغذية على حالها، الساخن ساخن والبارد بارد. البوفيه عدة أشكال في تنظيمه، حيث يتوقف على مساحة المكان، مساحة البوفيه، كمية الطعام المقدمة، عدد الأفراد المدعوين. كده يبقى احنا أول عنصر الأثاث انتهينا منه. ندخل في معدات الخدمة، الأدوات اللي بيتم استخدامها أثناء الخدمة. سيلفر وير، الفضيات، كافة المعدات المفضلة المستخدمة في المطعم، سواء كانت أدوات المائدة أو الأدوات المستخدمة في الخدمة زي الصواني وغير ذلك. أما الأدوات في المائدة، الشوك والمعالق والسكاكين. تصنع من معدن كرو ويغطى بطبقة من الفضة، هي معدات غالية الثمن، وتطرق انطباعا مميزا لدى العميل إذا كانت من الأنواع الجيدة. كذلك هناك في خدمة اسمها، من طرق الخدمة اسمها الخدمة الفضية، ودي لأنها غالية يعني مكلفة جدا جدا، فبتكون في أماكن محدودة. بالرغم من أن الفضيات غالية الثمن، فإن بعض المطاعم الأنيقة يستخدمون الفضة في الشوك والملاعق والسكاكين التي يستخدمونها، وذلك لإعطاء مناخ جيد يبهر العميل. لكن في معظم المنشآت بيستخدموا الستانلس ستيل في أدوات تناول الطعام لتوافر بعض المميزات في ذلك النوع، تعطي شكل الجودة لكنها أقل جودة من الفضة، شديدة التحمل، يصعب ثنيها، تأشيرها أو حكها، وبالتالي تحتفظ بشكلها طويلا. نقطة مهمة جدا إن هي لو حتى اتسرقت ما بتكونش بنفس تكلفة الفضة. طيب الأنواع الفضيات المستخدمة، أواني التقديم، أواني التقديم لها عدة أشكال مستديرة ومستطيلة وعميقة، يقدم بها أنواع المأكولات والصلصات المختلفة. فضيات المائدة التقليدية اللي هي بنشوفها في غالبية المطاعم زي الملاعق والشوك والسكاكين، تغطى كل 24 قطعة منها ب 84 جرام فضة، ويمكن أن يكون نصل السكين حاد أو مشرشر. فضيات المائدة الخاصة مثل شوك وسكاكين وملاعق الحلو، كذلك شوك وسكاكين السمك وماسك وساحب لحم الاستاكوزا، وأيضا تشمل ماسك القواقع وملاعق القهوة وماسك الثلج. دي فضيات من في المائدة الخاصة. المعدات المتنوعة تشمل باقي المعدات المفضلة التي تستخدم في المطاعم مثل وعاء الشمبانيا والحامل الخاص به، كذلك أواني تقديم القواقع وأواني البيض وما غير ذلك. إزاي بقى طريقة صيانة الفضيات؟ لما يظهر أي عيب في الفضيات على طول بيتم استبعادها،
وتسلم لأخصائي يقوم بإصلاحها ومعالجتها وإعادة التفضيض مرة أخرى. للحفاظ عليها أطول مدة نضع كل صنف على حدة وتقليل الاحتكاك بينها بقدر الإمكان حتى لا تتعرض للخدشة. الصيني تشاينا وير يشمل الصيني أطباق تقديم المأكولات، الأطباق اللي بتتقدم فيها المأكولات، الفناجين، الشاي، القهوة، النسكافيه، فناجين المرأة الشفافة وغيرها من المعدات التي تصنع من الصيني والتي يستخدمها العملاء. التصنيع بتصنع الصيني مادة لينة من أساس الكوالين، توضع في فرن درجة حرارته عالية، ثم تغمس في حمام الطلاء اللي هو بقى اللي بنشوفه ده الناعم جدا، وتدخل الفرن مرة أخرى لتكتسب اللمعة والصلابة. تعتبر هذه المادة صحية عند الاستعمال، كما أن لها خاصية الاحتفاظ بدرجة حرارة المادة التي تحتويها، ويتميز الصيني بمتانته وتحمله للصدمات. طيب، عوامل الاختيار. العوامل التي يجب أن تراعى عند اختيار الصيني الذي سوف يستخدم فيه. ليه أشتري أنواع معينة وأسيب أنواع معينة؟ أولا نسبة تحملها، نسبة السماكة بتاعة الأطباق أو الفناجين، وزنها، سهولة التنظيف، تحملها للحرارة، هل هي منقوشا عليها أو مرسوم ولا لا. مدير المطعم الذي يريد أن يغير الصيني المستخدمة في المطعم يجب أن يأخذ في الاعتبار بعض العوامل أكثر من التكلفة. والعوامل هي مدة طلب البضاعة، تأخذ فترة طويلة حوالي 6 أشهر أو أكثر، فترة الانتظار لتغيير الصيني الموجود والمنتظرة، هذه تؤثر على عملية تحديد المشتريات، الحاجات اللي أنا هحط فيها الصيني المستخدم. تأخره في الوصول هيخلي المواد اللي أنا هشتريها تتغير، أو أوقف أشتري أنواع معينة لأن الصيني ليس موجود. تطابق حجم المنتجات الجديدة مع القديمة، وذلك لكي يمكن استخدامها في عربات النقل والتخزين. عملية التقديم وتزيين الطبق ممكن أن تتأثر بأدوات الصيني الجديد. طيب المقاسات بقى والأشكال. أطباق الخبز مسطحة، اللي هيوضع عليها الخبز على المائدة بتكون مسطحة قطره 12 سنتي. أطباق السلطة قطر 15. أطباق الحلو مسطحة قطر 17. أطباق السمك مسطحة قطر 21. أطباق الشوربة عميقة قطر 24 سنتي. الأطباق الرئيسية مسطحة قطر من 24 سنتي ل 32 سنتي. تعتبر الأطباق مقاس 24 هي الأطباق الكلاسيكية. الأطباق الكلاسيكية من 24. أما مقاسات الأطباق الرئيسية الأخرى فهي غير كلاسيكية، ومن أنواعها الإيطالية والألمانية والأمريكية. العناية، طرق العناية. يتم غسل الصيني آليا أو يدويا، ولا نكتفي أن يكون الصيني نظيفا بل يجب أن يكون لامعا، لازم يبقى اللامعة بتاعته موجودة فيه. بعد الغسيل يرتب في صفوف على حد الطبق حتى نتخلص من الماء الزائد، ثم ترتب كل مجموعة متجانسة على حدة في المكان المخصص لها على ألا يتعدى 0.12 طبق، ثم نقوم بعملية التلميع والتسكين. الزجاجيات، ودي من المعدات والأساسيات المهمة في المطعم. الزجاجيات من الأدوات التي تعطي جمالا ورونقا، وكلما زاد المطعم رقيا كلما زاد استخدام الزجاجيات. تستخدم في العديد من الأغراض كدوارق المياه، دورة المية يعني، الشفشة اللي بيتم استخدامه، الكاسات وزجاجات الخل والزيت وبذرات السكر،
الممالح، منافذ السجاير، الزهريات وغيرها. الزجاج عبارة عن خليط من عدة أكاسيد، العنصر الأساسي في تصنيعها الرمال. وأرقى أنواعها الكريستال الذي يتميز ببريقه ولمعانه ولكنه سهل الكسر. الكريستال أرقى نوع لكن سهل الكسر وغالي الثمن. يستخدم في المطاعم الراقية، أما المطاعم البسيطة فيستخدم أكواب الجوبلي، وللأكواب أنواع عديدة منها أكواب الماء والعصير. عوامل الاختيار، إزاي أختار أنواع الزجاجيات؟ إن هي تكون يعني التحمل ضد الكسر، وفي عوامل أخرى زي الزجاجيات المستخدمة يجب أن تتماشى مع نوع ومناخ المطعم. كمان أشكال الزجاجيات التي يتم التقديم فيها يؤثر تأثيرا واضحا في المكان. إمكانية استخدام شكل واحد من الزجاجيات والكاسات لتقديم المشروبات، يبقى طقم واحد عندنا. أطباق الاستخدام مرة واحدة، ده رابعا. تستخدم بعض الفنادق هذه النوعية من الأطباق في منافذ بيع الأغذية السريعة، وقد تكون مفيدة، وذلك حيث أن تكلفتها قليلة وتناسق مع احتياجات ورغبات العميل، كما أنها تسمح للعميل أن يتناول أغذية خارج مكان تناولها، كذلك فإنها تقلل تكلفة عمالة الغسيل اللي هي بتسميها زي الفوم أو الفل. البياضات، تنقسم البياضات اللي هي المفارش وفوط المائدة، واللي برضو قلنا لازم أنها تتماشى مع التصميم المطعم والمناخ الداخلي زي ما قلنا. في المفرش العادي يتوقف مقاسه حسب مقاس المائدة مع مراعاة أن يكون السقوط متساوي من جميع الجهات. لو هي مدورة بنلاقي فيه الأربعة زي بعض بالظبط. مفرش الصغير النابرون يستخدم في حالة وجود اتساخ صغير على المفرش، فيوضع النابرون فوق البقعة بدلا من تغييره. فوطة المائدة وفوطة الشاي، يبقى عندي فوطة مائدة وفوطة الشاي، لها ألوان زاهية وتستخدم في وجبات الفطور وشاي بعد الظهر. البنات الخاصة بالبيضات، البن المؤقت وبن زيادة رصيد التشغيل وبن الكميات المتبقية. البن المؤقت ده بن يحرر من مسؤول المطعم في حالة وجود حفلة أو زيادة في حجم العمل، يتسلم بموجب عدد البياضات المطلوبة ليردها مرة أخرى بمجرد الحفلة، ده اسمه المؤقت. بن زيادة رصيد التشغيل بيتم تحريره إذا رأى مسؤول المطعم أن الرصيد الموجود لديه أصبح غير كافي للتشغيل نتيجة زيادة العملاء، يعني أنا محتاج لأن العدد غير كافي، فده هيفضل معايا في الشغل. بن الكميات المتبقية، عند عجز رصيد مخزن البياضات عن الالتزام بالكميات المطلوبة منه، تقوم رئيسة قسم البيضات بتحرير بن الكميات والأنواع الموجودة لديها. الشروط الواجب مراعاتها لتوفير معدات الخدمة في المطعم، يجب أن يراعى لتوفير معدات الخدمة أولا الشراء، حد مستوى المخزون للفضيات والزجاجات ما يقلش عن حاجة معينة، مستوى معين، مستوى المخزون لملابس العاملين والبيضات والاستلام والتخزين. بالنسبة للشراء، فإذا كانت عملية الشراء تتم بصورة غير سليمة فسوف يؤدي ذلك لإيه؟ إن أنا آخد الأصناف منخفضة الجودة وتبوظ، ما تبقى خسارة عليا، لكن لازم أجيب أنواع جيدة ومتميزة الجودة حتى لو أغلى قليلا لكن هتعيش معايا، لأن ده كله هيكون هادر. يتم شراء المنتج الصحيح في الوقت الصحيح، تتماشى جودة الآلات والمعدات مع درجة المنشأة. يعني بمعنى انه لا يجوز استخدام الصينيات البايظه سواء في مطاعم المأكولات السريعه مثلا او صينيات رديئه في المطاعم الكلاسيكيه. في بعض المنشات فيه هو قسم الخاص بالمشتريات، وهذا القسم يقدم دور المرشد لمدير صاله الطعام، وبيبقى عنده الميزانيات وعارف الاماكن وعارف الجوده بتاعتها تكون ايه. حد مستوى المخزون للفضات والزجاجيات، لابد ان يكون فيه مستوى معين، هو ثلاثة أمثال بالنسبة للحد المعتاد لاستخدام في المنشآت الفندقية للفضيات، هو ثلاثة أمثال عدد المقاعد المتاحة في المنشأة، عدد المقاعد المتاحة في المنشأة
عندي قدها 3 مرات 3 أمثال عدد المقاعد. يعني لو أنا عندي 5 يبقى عندي 15. أما بالنسبة للزجاجات فإن الحد لمستوى التخزين هو 3 التخزين، ده مستوى التخزين، يكون عندي في المخزن 3 أمثال عدد المقاعد، وذلك لأكثر أنواع الزجاجات استخدام مثل كاسات الماء وكاسات النبيذ والأبيض والأحمر. ولكن هناك عوامل قد تؤدي على هذا الاقتراح، تؤثر عليه، مثل إذا كانت الصينيات أو الزجاجات تحتوي على الشعار الخاص بالمنشأة، أو أن المنشأة معروف عنها أن معدل الخسائر بها مرتفع، فيجب أن يتم رفع هذا الحد. طب الحد المسموح به لملابس العميل البيضات تحتاج الى التنظيف طوال الوقت، وذلك يجعل معظم منشآت الأغذية والمشروبات 3 أطقم كاملة من ملابس العاملين، يبقى عندي للعامل 3 أطقم، وذلك لكل عامل خدمة، وذلك يسمح للعامل بأن يرتدي واحدة ويخزن الثانية وينظف الثالثة. أما بالنسبة للبيضات المستخدمة فيجب أن يكون مخزونها أعلى من ملابس العاملين، وأغلبية المنشآت تستخدم حد المخزون هو 4 أضعاف عدد المفارش وفوط المائدة المستخدمة في وقت ازدحام العمل. النقطة الأخيرة اللي هو مراقبة أدوات صالة الطعام، في هناك يجب أن تأخذ في الحسبان عند مراقبة أدوات صالة الطعام الاستخدام السيء، أن لازم يكون طريقة المسك والتقديم يعني بمستوى متميز عشان ما يبقاش فيه فاقد. كذلك طبقة من العملاء بعد تناول الطعام بعض الأشياء غير المستخدمة من قبل العميل مثل عواد الثقاب والقطش المستوردة، دي بعض العاملين يتخلصون من تلك الأشياء حيث أنهم يعتقدون أن تكلفة هذه الأشياء بسيطة ولا تمثل عبء، والبعض قد لا يعطونها اهتماما. وبغض النظر عن الأسباب فإن المؤسسة تتحمل مثل هذه الأعباء في النهاية، لذا يجب تفاديها عند طريقة توعية العاملين لمثل هذه الأمور وتدريبهم بصفة مستمرة لرفع المستوى. كذلك بالنسبة الكسر في الأدوات والمعدات الزجاجية والفاقد، لابد من متابعة هذه الأشياء بصورة سليمة ودائمة عشان أقدر أحافظ على الأدوات المستخدمة والزجاجيات، أو لو في فاقد حصل عندي لي من عميل معين إزاي أبلغ، أو إزاي أن أنا أسترجع هذه الأشياء التي تم فقدانها. فيجب الاهتمام بتدريب العميل على المحافظة على الأدوات والجرد اليومي الدائم للمواد. ملخص المحاضرة، تكلمنا في محاضرتنا عن الأساس المخصص للرواد من موائد ومقاعد، كذلك الأساس المخصص للخدمة، تكلمنا عن مائدة الخدمة وعربة التقطيع والعربة المتحركة ومائدة التحضير ومائدة والبوفيه، كذلك تكلمنا عن معدات الخدمة، تكلمنا عن الفضيات والصيني الزجاجيات، وتكلمنا عن أطباق الاستخدام مرة واحدة. ونصل إلى نهاية محاضرتنا، نتكلم عندنا سؤالين. السؤال الأول، تكلم عن مواصفات الأثاث بالمطعم. ثانيا، تكلم عن معدات الخدمة بالمطعم. وبكده نكون انت وصلنا لنهاية محاضرتنا. في لقاء إن شاء الله قريب بالمحاضرة القادمة. كان معكم دكتور صفوت درويش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.